في الحلقة السابقة تكلمنا عن نظرة الإسلام لبشارة السيد المسيح، وبينا أن السيد المسيح جاء ليخلص العالم ويهب لهم حياة أبدية، مش شاهد على نبوة أحد. أما في حلقة اليوم فبنتكلم عن تشبيه ومقارنة السيد المسيح بآدم. فالآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن معجزة خلق السيد المسيح تشبه عند الله تماما معجزة خلقه لآدم. وطبعا هذا التشبيه فقير وناقص جدا وغير كامل، وراح أبين لكم ليش. لكن خلوني أول أسأل، هل كانت معجزة السيد المسيح مختصرة أو مقتصرة فقط على ولادته بدون أب؟ هل هذا هو الشيء الوحيد اللي تميز به السيد المسيح عن غيره؟ وإذا كان القرآن تكلم هنا عن التشبيه في طريقة الخلق بين السيد المسيح وآدم، فكيف مع باقي معجزات السيد المسيح مثل حياته وقداسته وقوته وتعاليمه؟ هل كان آدم يشبه للسيد المسيح فيهم؟ طيب، فيه أحد في الكون كله سواء آدم أو غير آدم يشبه المسيح فيهم؟ هل كان فيه أحد يحيي الموتى؟ أو هل كان فيه أحد يشفي المرضى؟ طيب، هل كان فيه أحد يطهر الأبرص أو يتحكم في الطبيعة ويعلم الغيب ويغفر الذنوب ويطرد الجن وتخدم الملائكة غير السيد المسيح؟ الجواب طبعا لا، لا يوجد ولن يوجد أبدا أحد يشبه السيد المسيح، لا في ولادته ولا حياته ولا قداسته ولا في أي شيء ثاني. لكن الإسلام يركز في كل أموره على ولادته، لأنه يعتقد أنه ممكن يلقى لها مخرج. لكن باقي معجزاته يكتفي بجملة واحدة هي بإذن الله ويسكت، لأنه صعب جدا عليه يلقى لها مبرر أو يلقى أحد على الأقل يشبه المسيح فيها. فيقول القرآن قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وشبه المسيح بآدم كدليل إثبات أن السيد المسيح ليس إلا إنسان عادي ولد بدون أب، حاله حال آدم. واختزل كل آيات ومعجزات وحياة السيد المسيح في ولادته بدون أب بس، في تمويه للسامع إن المسيحيين ألهوا السيد المسيح لأنه فقط مولود بدون أب وما فيه أي سبب ثاني. عشان كذا جاء التشبيه بينه وبين آدم. تشبيه مش القصد منه رفع منزلة آدم، لكن القصد منه التقليل من منزلة السيد المسيح. لكن هل كان السيد المسيح فعلا مثل آدم؟ الحقيقة إننا نظلم أبونا آدم جدا إذا حطيناه في مقارنة مع السيد المسيح. وهذا مش تصغير لقدر أبونا آدم، لكن ما في أحد في الخليقة يستحق أن يقارن بشخص السيد المسيح، لا في حياته ولا في تعاليمه ولا في معجزاته ولا محبته ولا في أي شيء ثاني. فالمسيح عظيم وفريد في كل شيء. وإذا كان يوجد تشابه بينه وبين آدم، فهو تشابه في طبيعة السيد المسيح الناسوتية، وهنا المسيح يتشابه فيها في طبيعته مع كل الناس ومش بس مع آدم. الفرق بينه وبين آدم كبير وشاسع جدا، مش في بس في طريقة الخلق، ولكن في الحياة والأهداف والقداسة والطبيعة والقدرات وأشياء كثيرة غيرهم. أما بالنسبة للآية اللي تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فنلاحظ فيها إن القرآن تعمد للمرة الأولى عدم ذكر السيد المسيح بلقب المسيح ابن مريم، مثل ما تعود يناديه أو يسميه دائما.
فهنا أخفى وجود أم للمسيح، والسبب بكل بساطة عشان يكون استخدام التشبيه بينه وبين آدم المخلوق هم بدون أب ولا أم تشبيه مقبول نوعا ما، وكأنهم الاثنين مثل بعض. وحتى مع ذا المحاولة الذكية ما زال التشبيه بينهم ناقص وغير منطقي إطلاقا. فمعجزة مجيء السيد المسيح لا تقارن بخلق آدم، فهذه ولادة وهذيك خلق، لا كانت معجزة وما كان القصد منها تكون معجزة أصلا. وإذا كانت معجزة فمعجزة حق مين ومين شافها أساسا؟ ما كان فيه أحد موجود عشان يشهد على ذا المعجزة، ما كان فيه حمل أصلا ولا كان فيه ولادة قبل آدم، فكيف يشبه المسيح؟ الله خلق آدم عشان يبدأ نسل يثمر ويتكاثر ويعمر الأرض وتنتشر الخليقة، ويكون هو وزوجته باكورة هذا النسل وبدايته. فما كان قبلهم لا أم ولا أب. وغير كذا الآية تقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهل المسيح كان مخلوق من التراب مباشرة مثل آدم، أو مولود ولادة إعجازية من مريم؟ وأعتقد إن كلمة خلقه من تراب تبين بوضوح إن المقصود هنا الخلق مش الولادة. فكلنا نعرف إن المسيح جاب ولادة إعجازية بكل المقاييس، بشروا فيها رجال الله وانتظرها الشعب بفارق الصبر. معجزة حدثت مرة واحدة فقط منذ بدء الخليقة ولن تتكرر حتى انتهاء العالم، مرة واحدة لا غير، استخدام واحد فقط، حدثت بعد أن عمرت الأرض بكل البشر وانتشرت الخليقة في كل المعمورة. فجاءت ولادة السيد المسيح بدون أب لتكسر قانون الكون في أن تلد العذراء طفل بقوة الله وليس من معرفة رجل. وهذه هي المعجزة الحقيقية بكل المقاييس العقلية والمنطقية، وليس خلق آدم. أما الهدف من مجيء السيد المسيح فكان تنفيذ لخطة الله في أن يهب للناس حياة أبدية في المسيح. فهو حمل الله الذي ترفع به خطايا العالم، جاء ليكون لنا نور وحياة ويكون لنا أفضل، جاء لينقذ ما قد هلك. ولذلك قال من الأهمية تكون ولادته علامة وخط فاصل لازم كلنا نتوقف عنده ونفكر فيه. أما آدم فعمره ما كان شبيه للمسيح، لا في الخلق ولا في القصد ولا في القوة ولا في المجد ولا في القداسة ولا في القدرة ولا حتى في الحياة. فنقاط الاختلاف بينهم كثيرة جدا. نقاط الاختلاف بيننا وبين المسيح كثيرة، بيننا كلنا وبين المسيح كثيرة، وبعيد جدا بعد المشرق عن المغرب. وكلنا محتاجين نعمة ومحبة المسيح، وأولنا آدم. وإن كان آدم أدخل الخطيئة للعالم فإن المسيح رفعها منه. وإذا كنا بعدنا عن الله بسبب خطيئة آدم فالمسيح قربنا ورجعنا إليه. وإذا كان فيه تشابه معنوي بينهم فإن آدم بدأ حياة، أو آدم بدأ الحياة القديمة والمسيح بدأ الحياة الجديدة. وإذا كان آدم وغيره من الأنبياء قد رحلوا فإن المسيح موجود وحي إلى اليوم وإلى الأبد، وعشان كذا قبلناه وقبلنا خلاصه وشكرنا نعمته. وأبشركم باب الخلاص لسه مفتوح والزمن ما تم، فأهلا فيك وسهلا لو حاب تتعرف على السيد المسيح وتقبل منه. عط نفسك فرصة تتعرف عليه وتتعلم منه. ولو عندك أي سؤال أو استفسار فمرحبا فيك وفي أسئلتك، قلوبنا مفتوحة لك محبة وتقدير واحترام.
وأخيرا أشكركم على المتابعة، ولكم مني كل التحية والتقدير، وأشوفكم الأسبوع القادم على خير، في أمان الله.